السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا نعتذر على الخلل التقني اللي وقع، اللي ماشي مسؤول عليه الأولاد، هما اللي مسؤولين عليه. وفي نفس الوقت يعني رايح نتاخذها عادة بإذن الله باش نتواصل معكم، لأن نحب نتواصلوا، نحب نتشاوروا، ناخذوا الآراء تاعنا، تاخذوا الآراء تاعي وتاع ناس واحد آخرين، باش نحسوا جميعا بأننا متحدين في الأهداف، متحدين في التحرك تاعنا. بهذا اليوم، هذه المناسبة، حبيت نحكي في موضوع تاع الاقتراح تاع السيد قائد الأركان فيما يخص تفعيل المادة 102 من الدستور. أنا أولا أريد أن أشير، أتمنى بأن هذا ليس قرار وإنما مجرد اقتراح. إذا كان مجرد اقتراح، نقول في الموضوع بأنه جاء متأخر جدا. كان باستطاعة الإخوة باش يفعلوا هذه المادة منذ سنة، منذ سنتين، منذ 3 سنوات، لأن الكل كان يعرف بدون استثناء بأن الرئيس لم يكن في قدراته الصحية والعقلية لإدارة الشأن العام. وكان على الإخوة أن يفكروا في تفعيل مادة 102 من الدستور الجزائري، ولكن نقوم أو نطالب أو نقترح بتفعيل هذه المادة في هذا الوقت بالذات. أعتقد بأن هذا تشوبه عدة عيوب. أولا، الذي له الصلاحية، إذا كنا نتحدث عن الدستور، هو المجلس الدستوري هو الذي يشير إلى إمكانية تفعيل المادة 102. ثانيا، المادة 102 لتفعيلها، إن الفترة الرئاسية ما زالت طويلة. هذا الرئيس المريض ربي يشفيه، هذا بقاله شهر، وتفعيل المادة هو للعجز المؤقت لمدة 45 يوم. إذا احنا الرئيس رايحة تنتهي العهدة تاعو يوم 28 أفريل. إذا حتى من الناحية الزمنية لا مجال لتفعيل هذه المادة. ولكن الخطورة تفعيل المادة 102 على الحراك اللي عرفته الجزائر منذ 22 فبراير إلى اليوم. الجزائريين لما خرجنا جميعا، قلنا لا للعهدة الخامسة، لا للانتخابات، ثم بعد رسالة 11 مارس قلنا لا لخارطة الطريق، لا للتمديد. وفي نفس الوقت الطبقة السياسية والجزائريين متفقين بأن المرحلة الانتقالية لكي لا تسرق هذه الثورة السلبية، يجب أن تكون هناك مؤسسات انتقالية يقبلها الشعب الجزائري. اقتراح تفعيل مادة 202 معناه في تطبيق المادة 202 و204 هو أن اللي يحكم الفترة الانتقالية، فترة الشغور، هو رئيس مجلس الأمة اللي 45 يوم الشهور الأول، ثم شهور نهائي 3 شهور 90 يوم. رئيس مجلس الأمة ليس لتشخيص الحديث، وإنما نقول باللي هذا الأخ هو أحد رموز النظام، والجزائريين والجزائريات ما يقدروش يطمئنوا بأن ثورتهم وبأن المؤسسات الانتقالية ستعمل من أجل تكريس الديمقراطية، ومن أن أصواتهم في المستقبل سترى النور داخل مؤسسات منتخبة حقيقة. 2، تطبيق المادة 202 هو أنه رئيس الحكومة الحالية سيستمر، هو اللي ينظم الانتخابات، والمجلس الدستوري الذي عين لخدمة الرئيس هو الذي سيشرف على نتائج الانتخابات. معناه أن النظام القديم ورموز النظام